وهو مصدر السعاده والبهجه بالنسبه لي. كنت على تواصل طبعا في حالته الاخيره يا استاذه دلال. طمنيني يا استاذه دلال. تعبانه. فعلا ما تعرفش لغايه دلوقتي؟ لا ما تعرفش. قولي ايه الاولاد يا فندم؟ ربنا يصبرهم. سرير لا يعوض، اب جميل، سمع عظيم، كبير، في كل المميزات يعني اذا كان احنا موجعين في بلد البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم الكرة مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يعني أنا هتكلم في موضوع طبي في الآخر، وفي توجيهات مهمة، بس ياريت حضراتكم تاخدوا بالكم في الموضوع من أوله لآخره، لأن الموضوع الطبي مهم جدا، لأن كان في الهند أدى لوفيات كتيرة جدا، وأخيرا اكتشفنا أن في نجم كبير اتوفى بسببه، وأنا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده بسبب الإصابة بكورونا. فلو سمحتوا حضراتكم ياريت تفضلوا معايا تشوفوا الفيديو للآخر، أهمية الفيديو، وريت تعملوا له لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، عشان ناس كتير تشوف اللي احنا نتكلم فيه. طبعا اليومين اللي فاتوا اتوفى الفنان سمير غانم، وناس كتيرة مصريين وانا منهم كنت زعلان عليه جدا، لانه نجم كبير علمنا كتير، ويعني وضحكنا، وكان فعلا يعني كان فنان كبير والناس كلها بتحبه وبتحب الفن اللي كان بيقدمه. انا هتكلم بس الاول عن النقطه الاول، مزعله ناس كتيره جدا، معرفش ليه الناس زعلانه من حاجه زي كده، اللي هي الفنانين اللي حضروا الحفله بتاعته وبعد كده راحوا الحفله بتاعت الجميل اللي حصلت في العين السخنه، وكان فيها عمرو دياب، والحفله دي كان فيها ناس كتيره جدا، وبيجيبوا احتفالات الناس ديت بعد جنازة سمير غانم. اولا انا عايز ادافع، مش قصدي ادافع يعني ان انا اقدم دفاع، لا انا عايز اقول الشخصيات دي اصلا احنا ليه نحط تصرفاتها في دماغنا؟ ليه اصلا التصرفات الفنانين دول اللي عندهم حياتهم الصبح في عزا وبالليل في فرح، ان احنا نحطها في حياتنا، ان احنا نتكلم انهم عملوا حاجة مش معقولة او حاجة مش صح؟ طب ما احنا في حياتنا في قناة كبيرة اختهم اتوفت، وتاني يوم كانت الفيديوهات مالية القنوات بتاعتهم وبيعملوا فيديوهات وهي اختهم متوفية. فانتوا بتاخدوا على الفنانين ليه اللي سابوا، وخصوصا يسرى الناس كتيرة متكلمة عنها انها بعد كده عرضت صور للرأس بتاعها في الفرح بتاع الجميل. على فكرة في فيلم قديم قوي، الفيلم بتاع نجمة كبيرة اللي هي نجمة فاتن حمامة، كان اسمه يوم حلو يوم مر، كانت بتقول لك انا يعني الصبح ممكن تبقى في ميتم وبالليل تبقى في فرح. انا مش عايز ان انتوا تاخدوا تصرفات الفنانين دي على انها شيء احنا ناخد عليه ونقعد نتكلم عليه ونحط حياتنا عليهم. المشكلة الحقيقية اللي حصلت في وفاة سمير غانم ان اسرته نفسها ومن فيهم حسن الرداد والاستاذ رامي رضوان، الاثنين انكروا تماما ان سمير غانم يكون كان مصاب بكورونا. ظهر اخوه وظهرت الهام شاهين في برنامج وبيتكلموا وقالوا انه اصيب في الاخر بالفطر الاسود. خدوا بالكم معايا، الفطر الاسود اكبر ظهور ليه كان في الهند، وناس كتيرة في الهند أصيبت ليه وأدى لوفيات كتيرة في الهند، وكان سبب من الأسباب الكتيرة لوفاة ناس كتيرة في الهند أصيبت بكورونا. الفنان سمير غانم بالعفن الأسود، ودي كان آخر نهاية حياته اللي اتكلم عليها أخوه في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل في جنازة سمير غانم، وأكد إن من أسباب يعني وفاة سمير غانم هي إصابته بالعفن الأسود اللي أدى إن بعد كده
حالته تدهور وما بقاش قادر يقف على حيله ولا يصلي ولا يقيم الصلاة. فأنا عايز أقول لحضراتكم حاجات مهمة جدا عن العفن الأسود. فيروس كورونا تسبب في ظهور حاجات كتيرة من المضاعفات، ومن المضاعفات دي مرض الفطر الأسود، وبيسمى أيضا إفطار الغشاء المخاطي، والفطريات السوداء، وهو مرض فطري بيتم ملاحظته بشكل شائع في المرضى اللي بيتم إعطائهم منشطات أو أدوية سترويد اللي هو الكورتيزونات الشديدة لفترة طويلة، واللي بيتم إدخالهم للمستشفى وبيبقوا على دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي، أو الأشخاص اللي بيتعانقوا أدوية لأمراض أخرى مثل مرض السكري، وباتباع بعض القواعد البسيطة لنظافة الأسنان ممكن نقلل من فرص الإصابة بمعظم الالتهابات الفيروسية والفطرية بما ذلك الفطريات السوداء. قبل ما أكلمكم عن إزاي تعمل وقاية، عايز أقول لكم إن الفنان سمير غانم كان داخل بمشاكل في الكلى أصلاً مع مرض كورونا، ومع الأمرضة ومع الأدوية اللي كان بياخدها للكلى وبيعمل غسيل كلوي، هو ده السبب الأساسي لما دخل المستشفى وبدأ يتعالج يظهر عنده الفطر الأسود اللي هو كان سبب في الحالة اللي ظهرت عنده. الفطر الأسود بيخلي أدوية الكورونا بتسيب الجسم ضعيف ومنخفض في المناعة، يعني هو طبعا الكورونا نفسها بتقضي على المناعة لو كان شخص مناعته ضعيفة وبيقاومها، أو شخص حتى مناعته قوية المناعة بتقل بعد كده، وبعد كده بتصعد مستويات السكر في الدم واللي بيسبب تكاثر الفطريات، يعني السكر العالي في الدم بيسبب الفطريات دي. الأعراض بتاع الفطريات السوداء في الفم بتغير لون أنسجة الفم واللسان واللثة، والأنف بتنسد خالص، وألم شديد، وتورم الوجه، وبيبقى فيه تقل تحت العينين كده، وعدم الراحة، وحمى، وصداع. الحاجات المهمة لازم ناخد بالنا منها، والناس اللي بتصاب بكورونا وبتاخد علاجات لازم بعد التعافي من مرض كورونا تناول الاسترويد والأدوية اللي بتخلي البكتيريا أو الفطريات في الفم ويحصل لها نمو وبتسبب مشاكل في الجيوب الأنفية والرئتين والدماغ. لازم الاعتناء بالفم عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشة مرتين أو 3 مرات يوميا، وتنظيف الفم بشكل كبير جدا، ولازم نستعمل غسول للفم عشان يبقى دايما الفم في صحة جيدة، وخصوصا بعد التعافي من كورونا، عشان ده أمر ضروري للمرضى عشان يحمي المرضى من العفن الأسود اللي ليه مشاكل كتيرة جدا. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إن من ضمن الحاجات المهمة لو لا قدر الله أصيب واحد بالعفن الأسود، المكان اللي أصيب بالعفن الأسود، يعني حتى لو عين، لو عنف، لو مناخير، لو أي مكان بتحصل له جراحة وبتشال. فالمرض ده منتشر انتشار شديد جدا في الهند، ومسبب مشاكل كتيرة جدا مع الهنود، وفي وفيات كتيرة مش نتيجة الكورونا، هو جاي بعد الكورونا، جاي نتيجة للكورونا، لكن ممكن تكون الكورونا نفسها ما قضتش على المريض أو ما عملتش للمريض مشاكل، ولكن جه العفن الأسود دوت وقضى على المريض. من ضمن الحاجات المهمة اللي يستعملها المريض عشان يطهر تطهير فرشة السنان ومنظف اللسان، اللي المريض اللي هو جال وشفى من كورونا وبيهتم أو اللي عنده فرشة سنان لو بيستعملها في حامل لا يفصلها لوحديها ويقوم بتنظيفها وينظف السائل اللي بانتظام باستخدام غسول فم مطهر، وينظف لسانه برضه بانتظام مع استعمال غسول مطهر، لأن الفطريات دي بتنتج نتيجة إن في بعض، لما أنت بتستعمل المضادات الحيوية في عندك ميكروبات في الجسم مفيدة
غير الميكروبات اللي انت بتقاومها. الميكروبات المفيده ديت مع كتر المضادات الحيويه، مع كتر المضادات الحيويه بتقضي عليها المضاد الحيوي. فالميكروبات المفيده اللي بتقوم بالقضاء على الفطر الاسود دوت او الفطريات بصفه عامه بتقضي عليها، وبالتالي بيبدأ يظهر الفطريات السوداء. مشاكل اللي حصلت في الهند كان معظمها بسبب الفطر الأسود اللي انتشر بصورة كبيرة. بس هم طبعا الهند غير مصر تماما، مصر فيها كمية كبيرة من النظافة وفيها الناس مهتمة بصحتها ومهتمة بنفسها، وإذا كان الفطر الأسود بيظهر بعد عند بعض الناس اللي عندهم أمراض خطيرة، لكن هو مش معتاد إنه يبقى موجود في الأجواء المصرية. ولكن إحنا بنحذر أي واحد بيصاب بكورونا وبياخد مضادات حيوية بكمية كبيرة، لازم ياخد معاه مضاد للفطريات، في فلوكانازول، في تيكونوزول، في حاجات كتيرة جدا بيكتبوها. المفروض ينبه حتى المريض لو كان المريض لو كان الدكتور اللي كشف عليه بكورونا ما اهتمش، لازم يقول له اديني حاجة للفطريات. لأن يعني حال فطرة لما بيصيب العين أو بيصيب الأنف أو يصيب أي حاجة من الحاجات دي بيؤدي إن إزالة العضو اللي أصيب بالفطر الأسود. فدي اللي أنا بقوله، المهم اللي أنا بقوله علشان خاطر الوقاية من مرض الفطر الأسود اللي بيصيب ناس كتيرة ومسبب مشاكل جديدة كتيرة جدا، وناس كتيرة أخفت موضوع إصابة النجم الكبير سمير غانم الله يرحمه اللي كلنا كنا بنحبه، ولكن بعد كده الناس أهله من حواليه منهم أخوه قال إن بسبب إصابته بالفطر الأسود نتيجة إصابته بكورونا. فأنا مش مهم عندي الأخبار بتاعت الفنانين، أنا المهم عندي إن الناس كلها تاخد بالها اللي يصاب بكورونا ازاي يعالج الموضوع وازاي ياخد باله من نفسه وازاي يقاوم الفطر الاسود. اذا عجب حضراتكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو يا ريت ما كنتوش مشتركين في القناه تبقوا مشتركين دايما معانا في القناه، بنتابع كل الاخبار المهمه والمواضيع الطبيه المهمه، فيا ريت تبقوا دايما ضيوف عندنا. اشكركم واتمنى اشوفكم في كل خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.